هذا هو الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة. عشان النهارده احنا نقدم يبقى فيه بنتكلم على مستقبل افضل لمصر من خلال التوسع في المدن العمرانيه المختلفه. بنتكلم ان ده ليس فقط مدينه او ليس فقط ان احنا بننقل جهاز اداري، لكن احنا بنتكلم على تنميه شامله. فحضرتك شفت النهارده هناك مدارس 46 مدرسه، هناك جامعات. المرحله الاولى بتاعته لما بني داوين عمل وزارات هتنتهي ان شاء الله 31/12/2018، ويبدا نقل العاملين اعتبارا من منتصف 2019. تشمل المرحلة الأولى من الحي الحكومي مبنى مجلسي النواب والوزراء، والمرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانا. شمال يبقى هذا الانفستمنت بهذه التكنولوجي بهذا التوسع في المباني في الخدمات في لازم كان يواكبه ان الموظف بتاعي يبقى مؤهل ويبقى قادر على ان هو يقوم بالمهام اللي احنا كلنا بنعمل كمواطنين ان احنا ناخدها منه. تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، مساحة تعادل دولة سنغافورة، وتضم العاصمة 25 حيا سكنيا، وتصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى 1,100,000 وحدة تستوعب 7 ملايين مواطن. 40 مليار جنيه مصري تكلفة إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تمويله بالكامل من عائد بيع الأراضي، ومتوقع أن ينتهي بشكل نهائي قريبا. لكن المرحلة الأولى من هذه العاصمة والواقعة على مساحة 40 ألف فدان ستطأ أول قدم سكنية فيها خلال 3 سنوات. من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، كريم الشيخ، الغد.